بعرف صار لي فترة غايب عنكم، ما عم نزل فيديو ولا عم بعمل شيء. معلش اكيد بتعذروني، عم شوي عم نشتغل شغلات لقدام. اول شيء انا الفكرة الرئيسية من هالفيديو اني حابب اول شيء اشكركم على كل شيء عم تقدموا لي اياه. المراتب اللي عم تاخذها يا غالي بكل الاذاعات، اذا كان بمصر ولا بلبنان او بسوريا او باي بلد ثاني، كلها بفضلكم انتم، كلها بسبب دعمكم لإلي. بدي اشكركم على كل شيء عم تقدموا لي اياه. بدي يا ريت تضلوا تحبوني هالقد. هاي الغنية رح تنزل، حبيت اخبركم انه رح نزلها كفر. هي الغنية مو لي بس، رح نزلها بصوتي على البيج، ديو مع حدا كتير صوته حلو، ما رح اقولكم مين كعادة. ان شاء الله تحبوها، حتكون مثل تجربة يعني، اذا عجبتكم رح ننزل شيء بالانجلش. بس حابب اشكركم على كل شيء، على دعمكم لإلي، دعمكم ليا غالي، دعمكم لكاني مجنونك، دعمكم لزمرة دمي، دعمكم لكل الاغاني اللي عم نزلها. وشكرا كثير لكل العالم اللي واقفه جنبي، وشكرا لكل حدا عم يدعمني وكل حدا عم يساعدني بهالمسيره. بحبكم كثير. باي باي.